عايز ابدا بحضرتك، هو السنه ده ايه اللي بيحصل فيه تحديدا؟ هو حضرتك عارف وقت المغرب اه لا هو عارف يبقى نهار ولا فاهم يبقى ليل، هو كده حاجه كده بدات تغيم ومش فاهم هي ايه. فهو متعلق جدا جدا بالشباب ومتعلق بالماضي وايام ما كان قوي وبيعرف يعمل كل حاجه وصغير ومحاط بالناس اللي حواليه، عمام وخلانه وابوه وامه كلهم موجودين. العزوه دي محوطاه مضلله عليه محسسه انه لسه صغير. وانس ان حد من العيله يبدا يتوفى وهو وصل للأربعين، فبيبدا يحس ان هو بدا ايه يعمل ابجريد لمرحله اعلى، انا قربت للسن ده، اخذ مرحله تانية. الغطا اتشال من عليا، فبدا يحس ان هو ادرك المسؤوليه، ادرك السن، بدا الدنيا بقى يحس ان البساط بقى سحب من تحته. انا عشت الكلام ده امتى؟ طب انا لسه عايز اعيش ومتشبث بالماضي، واوقات الاكتئاب بيبقى سببه انه انا عايز ارجع باي شكل، انا مش عايز اللي انا داخل عليه ده، انا داخل على حاجه بدات احس ان انا بمطرح ماما وبابا، بدات احس ان انا مطرح الناس الكبار، المسؤوليه اكبر، شكلي بقى اكبر، حاجاتي الفاسيلتيز اللي انا كنت بقدر اعملها والمهارات والنشاطات دي بدات تقل، انا مش انا، بدات اتغير مرحله، تغيير فسيولوجي، تغيير اجتماعي، بدا يدور هو وصل لايه، مقارنته بالناس اللي حواليه واقرانه من السن ده وصلوا لفين، لان في مرحله العشرين ما تقارنهاش بالاربعين، العشرين بدايه، الاربعين وصلت للتقييم والمقارنات، انا بقيم نفسي بقى في المرحله دي انا وصلت لايه، هل حققت الاحلام اللي كنت بحلمها في العشرين، حققت منها قد ايه. وبيبدا الاحباط بقى لو حد ما حققش نسبه كبيره، طب هحققها امتى؟ طب هعمل ايه؟ بتبدا احلامه تقل، لانه حس ان هو ايه بدا مش بنفس الشكل، يعني اللي هو يقول لك اللي جاي مش قد اللي رايح يعني. بقى خلاص وراحت علينا، وتلاقي الزوج يقول لمراته انت خلاص بقى كبرتي وراحت عليك، ده بدا شعرك يشيب، ده ولادك بقوا طولك. عشان كده بيتجوزوا تاني في المرحله دي؟ دي بقى أزمة منتصف العمر، إن هو عايز يتشعلق في اللي فات وأنا لسه صغير وشباب والناس بالبنات بتبص لي، والستات عايزة تحس إنها لسه تقدر تخلف وتجيب ولاد فالستات والرجالة عايزين يتشبثوا بالماضي بأي شكل مهما كان الثمن. بتلاقي الرجالة بيطرق عليها تغيرات باينة شوية، يعني تلاقيه مثلا ايه لبس تيشيرتات شباب وحاجات من دي، لبس البناطيل اللي تبين ان هو اصغر، عم الشباب بقى يجيب يجيب الريس مثلا، تلاقيه رايح جاب موتوسيكل ولا جاب ريس علشان يبان ان هو شاب، لسه شاب بقى وبيعمل الحاجات دي. فتلاقيه بيبان عليه اكتر، يصبغ شعره شويه، الدقن يشيل الحاجات اللي هي اللي بانت انها بقى شابت، فتلاقي لا انا مش عايزه ابقى كده. يعني انا عايزه بس افهمهم المرحله دي إنها مرحلة النضج، مرحلة ربنا ذكرها في القرآن الكريم، مرحلة اللي نزل الأديان السماوية نزلت على رسل في الرسول عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه الدين والقرآن في السن ده. فهي مش وحشة، ده بداية العقلانية وبداية يعني خدت الخبرات بقى بعد السنين اللي فاتت كلها، بدأت بقى تبقى فاهم الدنيا، درست معاك شوية. أنا بحس إنها زي الحاجة اللي بترسى بعد ما كانت متبعترة، بدأت تهدى وترسى وتبان هي ايه، الشكل الرئيسي بتاعها ايه. فانا لا يستدعي للخوف، انا بالنسبة لي الناس كتير لا تتفق معايا ان العمر مجرد سن، هو مجرد رقم في البطاقة، انا ماليش علاقة بيه، المهم انا قلبي عايش ازاي، وابصش للماضي واتعلق بيه، لان انا هفضل تعبان على طول، وانين الماضي تعبني، وان انا بدأت اكبر واحس ان انا حطيت مرحلة الناس اللي كنت انا حاسس ان هم كبار قوي انا بقيت قدهم، طب ازاي؟ لا مش هينفع.